نروح مع حضراتكم بقى الخبر بعد كده للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. عقد اجتماع كان هام جدا برؤساء الاتحادات الرياضية الإفريقية، ده لمتابعة تطورات الرياضة على الساحة الإفريقية. وطبعا نقدر نقول الحمد لله احنا عندنا أكتر من 15 اتحاد أفريقي هنا بيرأسوا مصريين. خلينا نشوف تصريحات رؤساء الاتحادات الإفريقية عن أهمية تنظيم مصر كمان لمونديال اليد، ونرجع نكمل. مؤتمر اليوم ما هوش الحقيقة مؤتمر وحيد بيتعمل كل سنة، لا ده مؤتمر بيتعمل كل شهر تقريبا مع الحكومة المصرية من خلال معالي الوزير الأستاذ دكتور أشرف صبحي، واللي كان حريص وما زال حريص على أن يكون هناك علاقة وطيدة جدا بين أفريقيا وخصوصا من خلال الرياضة القوى الناعمة مع جمهورية مصر العربية. إذا كنا احنا مصريين فاحنا لابسين قبعات خاصة بأفريقيا ومتحملين مسؤولية أفريقيا في الرياضة مع شركائنا، سواء كان اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية أو اتحاد الأفريقي السياسي. والحقيقة سعداء جدا بما قدمته مصر من أول البداية، من أول ما تولى فخامة الرئيس السيسي وبدأ في إعادة احتضان أفريقيا مرة أخرى لمصر، اللي مهد الأرض لينا كرياضة وخلى الشعوب الأفريقية تثق ثقة كبيرة جدا ما شاء الله في مصر أكتر وأكتر. دور مصر في الرياضة وبالأخص في الرياضة طبعا اللي احنا بنتكلم عليها، يمكن ده دور تاريخي، يعني يمكن على مدار سنين مئات السنين يعني، وما زلنا مستمرين. يمكن مصر هي ما زالت المنارة بتاعت الرياضة في أفريقيا، ما زالت هي اللي عندها يمكن كم هائل من البطولات الأفريقية، ما زالت هي القادرة على تنظيم أحداث أفريقية كبيرة، وبتكون طبعا لولا الجائحة دي احنا كنا شفنا في 2020 يعني أفريقيا لوحدها كاتحاد الأفريقي لكونو فو كان عندنا بطولتين كان مفروض نعملهم في مصر، اتحاد التانية كلها كانت كده. عندنا بنية طبعا يعني الواحد دي يمكن راح كل القارة الأفريقية يعني بالمنصبه يعني او كده، فشاف يمكن البنيه التحتيه اللي في الدول الافريقيه. صراحه مصر عندها بنيه تحتيه يعني تضاهي يعني افضل دول العالم، احنا بس نتمنى تبقى في استغلال ليها جيد، وان شاء الله تزور الغمه ويبقى في تسويق ليها جيد. والتسويق الجيد ده مش معناه لا، التسويق الجيد عايز اتصال مباشر، وعايز اللي احنا نروح للناس ما نستناش الناس تجينا، وعايز حاجات كتيرة يمكن يعني الغمة تزول أو الوباء ده يزول. وأعتقد أن الفترة الجاية يمكن الدولة المصرية طبعا والرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دايما يبعت لنا رسائل بالنسبة لنا كاتحادات أفريقية، رسائل هي دفع لينا طبعا، ورسائل اللي احنا نقدر نحتوي القارة الأفريقية كلها، ومصر قادرة بإذن الله على ذلك. احنا النهاردة في المؤتمر اللي موجود وده مؤتمر دولي بيتم مع وزارة الشباب والرياضة معالي الوزير الأستاذ دكتور أشرف صبحي فيما يتعلق بدعم التواجد المصري على القارة الإفريقية، ويمكن ده بيترجم توجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالتقارب المصري الإفريقي في كل المجالات. ولكن الرياضة كقوة ناعمة لها سحر خاص، فإحنا النهاردة عندنا قوة ضاربة إنجاز التعبير من المصريين في إفريقيا. اتحادات الكونفدرالية الرياضية الإفريقية الأوكسا بتضم 72 اتحاد على المستوى الإفريقي، منهم 32 مقرهم مصر، فإحنا عندنا القوة العظمى من الاتحادات، بالإضافة أن إحنا عندنا 20 أو أكثر من اتحادات إفريقية من المصريين. فإحنا النهاردة كان معنا في الاجتماع 52 مصري موجودين في الاتحادات الرياضية الإفريقية. طبعا المؤتمر ده مؤتمر مهم جدا في ظل ظروف غاية في التعقيد، أنا شايفها ظروف كمان إذا كانت وبائية فيروس كورونا أو ظروف كمان سياسية بتحيب بالعالم كله. مؤتمر مهم، وأهمية هذا المؤتمر بوجود طبعا عشان يعني الإثبات على هذا الأهمية وجود معالي الوزير مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ده مهم جدا. ده دور بتقوم بيه الأوكسا حقيقة اللي هو أحمد ناصر رئيس الاتحادات الأفريقية والدكتور عماد البنان السكرتير العام، وده يمكن الاجتماع رقم 4. كنا لسه من شهر كان في اجتماع في كان في وزارة الرياضة في حضور معالي الوزير، ده أنا شايف مهم قوي، لأن احنا زي ما أقول لحضرتك احنا قوة ناعمة، الرياضة مهمة، الرياضة ليها دور مهم وإيجابي وكبير جدا. زي ما كده النادي الأهلي عم بياخد بطولة أفريقية الاسم بتاعه بيسمع في كل حتة في العالم، نفس الحكاية احنا لينا دور كل الاتحادات الأفريقية، والحمد لله مصر فيها أعضاء كثيرين جدا ورؤساء ونواب رؤساء في كل الاتحادات الأفريقية يمكن معظمها، وده شيء يعني مشرف جدا جدا جدا.